بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، ونحن في خواتيمه. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه وبالفوز بجنانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعيننا كذلك على صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه، وأن يبلغنا وإياكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن على طاعته كما يحب ربنا ويرضى. نكمل وإياكم إخواني وأخواتي الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع السيرة النبوية مع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توقفنا في الدرس الأخير أو الماضي عند فتح مكة، هذه النعمة العظيمة التي من الله تبارك وتعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فأصبحت بلد الله الحرام بلد إيمان وتوحيد وإسلام، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلا تشرع الهجرة منها، أعني الهجرة الشرعية من ديار الكفر إلى ديار الإيمان. بعد غزوة أو فتح مكة اجتمعت قبائل ثقيف وهوازن التي كانت تستوطن الطائفة وما حولها، اجتمعت هذه القبائل العربية الكبيرة واتخذت قراراً بوجوب مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم قالوا: ليس لنا خيار، محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من مكة واستتب له الأمر وفتحها وانتصر على قريش، فإن الأمر من الطبيعي أن الدور سيكون علينا ونحن قريبون منه، الطائفي أقرب المدن العامرة إلى مكة كما تعلمون، فلذلك قالوا: فلنبدأ به قبل أن يبدأ بنا. وفعلا اجتمعت هذه القبائل، قبائل ثقيف وهوازن، وكانت أعدادها كبيرة، وكانت القيادة لمالك ابن عوف، جعلوا القيادة له، فخرج هذا مالك ابن عوف في حشد كبير ونزل بأوطاس، وأوطاس هو واد في هوازن بالقرب من حنين، وادي من الأودية، وادي أوطاس قريب من حنين، فنزل بهذا الوادي ومعه النساء والذراري والأموال من الذهب والفضة والأنعام، معه ألوف مؤلفة كما سنذكر من النعم من الإبل، ومعه كذلك ألوف مؤلفة من الشياه. هو أراد بذلك أن يجعل كل مقاتل يقاتل عن ماله وعن عرضه فيستبسل بالقتال، هكذا أراد، هو أراد شيئا والله عز وجل والله سبحانه وتعالى عز وجل أراد شيئا آخر، فأنت تريد وهو يريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، ولا راد لأمره ولا لقضائه سبحانه وتعالى، فلا ينجي حذر من قدر. إذن هو أراد شيئا وأصبح شيء آخر تماما، كما سنرى من هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بها. خرج معهم دريد ابن الصمة، وكان هذا دريد رجلا كبيرا شيخا قد عمي، وكان رجلا حكيما صاحب رأي ومشورة وصاحب قتال، فسمع عندما بلغ أوطاس، سمع هذا دريد بن الصمة، وقلنا كان رجلا أعمى، سمع صوت النساء والصبيان والذراري والشياه والإبل، فاستغرب قال: كيف يعني نريد أن نحن خارجون لقتال، لماذا نخرج معنا هذه الأمور وهذه الأموال والنساء والذراري؟
فسأل مالك بن عوف قائد الجيش، سأله دريد بن الصمة عن ذلك، لماذا أخرجت النساء والصبيان معنا؟ ما لي أسمع صياحهم وبكاءهم وأصواتهم. فقال مالك بن عوف، قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد بن الصمة، قال راعي ضأن والله. الضأن الشية غنم، يقول هذا ليس هذا بالرأي، ليس هذا رأي قائد الجيش العام الذي خرجت معه الألوف من المقاتلة. إذا كان هذا هو حد رأيك فعلى قومنا السلام، هذا معنى كلامه. قال راعي ضأن والله، أنت أشبه براعي الغنم الذي لا حيلة عنده ولا تدبير، لا تستحق أن تكون قائدا لهذا الجيش الكبير ولهذه المعركة الفاصلة. قال راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ وهل يرد المنهزم شيء إذا انهزم الإنسان وخشي على نفسه ودمه؟ لا يرده شيء، لا يرده امرأة ولا مال ولا عيال ولا، لا يرده شيء. قال إنها إن كانت لك، يعني كانت الدائرة لك لهوازن وثقيف وانتصرتم، لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك الهزيمة فضحت في أهلك ومالك. وأشار عليه دريد بن الصمة على مالك بن عوف أن يرد النساء والذراري والأموال إلى ديارهم، فقال هذا الرجل المتعجرف المعتد برأيه لم يقبل بقول دريد بن الصمة، بل اتهمه بالسفه وقلة العقل وقلة الرأي والخرف، أنه أصبح شيخا كبيرا مخرفا ولم يأخذ بهذه المشورة التي لو أخذ بها لجنب قومه هذه الكارثة كما سنذكر بإذن الله عز وجل بعد قليل. نزل مالك بن عوف بوادي أوطاس وجعل النساء والذراري والأموال الكثيرة، والنساء بالألوف تزيد على 6000 امرأة، جعلهم بوادي أوطاس، وقلنا وادي أوطاس قريب من حنين، ثم سار بالجيش إلى حنين ووصل حنين طبعا قبل المسلمين، لأن المسلمين إلى الآن ما أتتهم الأخبار. وصل حنين ثم نصب المكائن والكمائن للمسلمين، لأن هذا الوادي لابد أن يمر بممر، فنصب هذه الكمائن في هذا الوادي ليستقبل المسلمين أو ليفاجئهم. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجمع ثقيف وهوازن ومن معه من قبائل العرب وأنهم خرجوا لقتاله في حنين، فخرج صلى الله عليه وسلم في يوم السبت السادس من شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، وفتحها في رمضان كما قلنا، إذن بعد شهر تقريبا في شوال خرج إلى حنين. خرج صلى الله عليه وسلم في 12,000 مقاتل، هو دخل مكة صلى الله عليه وسلم ب10,000 مقاتل كما ذكرنا، وانضم إليه 2,000 من مسلمة الفتح كأبي سفيان، الأقرع بن حابس، صفوان بن أمية، عكرمة بن جهل، وغيرهم كثير من مسلمة الفتح انضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا ب12,000 مقاتل إلى حنين. وترك النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد استخلفه على مكة، واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية رضي الله عنه، طبعا بعد أسلم بعد ذلك، استعار منه 100 درع بأداتها، حتى قال صفوان أغصبا يا محمد، تأخذها غصب؟ قال بل هي عارية مضمونة استعارة، لأننا نحتاج إلى مزيد من الرجال ومزيد من العتاد، فنستعيرك وأنت إنسان تعمل في هذه التجارة، تبيع الدروع والسلاح وعندك الكثير. فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، ما هي غصب، وهذه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال بل عارية مضمونة نضمنها لك أن نردها استعارة، إن رددناها لك أو رددنا عوضها.
فقبل صفوان وأعطاهم 100 درع بأداتها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق ب12,000 مقاتل إلى حنين. في طريقهم إلى حنين مر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه بسدرة، سدرة الشجرة المعروفة، وكان للمشركين في جاهليتهم كان لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون أي يعلقون، كما تقول الآن أنواط تعلق على العسكريين، تعلق، هذا معنى النوط أو الأنواط عندما تعلق، فينوطون أي يعلقون أسلحتهم تبركا بهذه الشجرة من جاهليتهم وتخريفاتهم. الجاهليون يعتقدون أن هذه الشجرة إذا تبركوا بها بهذه الطريقة علقوا أسلحتهم فإنهم ينتصرون. فعندما مر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى حنين بسدرة قال بعض أصحابه، وهؤلاء الذين قالوا من مسلمة الفتح كما في حديث أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي هو الذي روى هذا الحديث الصحيح، وهو من مسلمة الفتح، يعني قبل شهر أسلم توه، حديث عهد الإسلام. فقال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى آخر الآيات. لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذه فائدة حقيقة. طبعا هم قالوا هذه الكلمة لماذا؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها، هذه سدرة، اجعل لنا كما للمشركين ذات أنواط، اجعلنا واتركنا نعلق سيوفنا ورماحنا تبركا. وباب التبرك يعني الكلام فيه طويل وتفصيلات، لكن الشاهد أنه في اختصار أن لا يجوز للإنسان أن يدعي أن في شيء ما بركة، لا زمن ولا مكان ولا مخلوق ولا طعام ولا شرب ولا أي شيء، لا يجوز أن يدعي في هذا الشيء بركة. البركة هي الكثرة، مأخوذ يعني معنى البركة من الكثرة، من البركة، بركة الماء، وقيل مأخوذ من بروك البعير، إذا مأخوذ من الثبات والنماء والزيادة، هذا معنى البركة. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن لشيء أو أن في شيء بركة أيا كان، كما قلت زمان أو مكان أو طعام أو شراب أو أشخاص، دون أن يكون له مستند شرعي. عندما تقول شهر رمضان مبارك، من الذي جعله مبارك؟ الله عز وجل. ما يصلح أي شخص يقول الآن شهر صفر مبارك، ما الدليل؟ ما في دليل، إذن لا يشرع أن تقول هذا الكلام. تقول مثلا هذا المكان مكان مبارك، تقول منطقة الشهداء منطقة مباركة، كيف منطقة مباركة؟ نعم منطقة مباركة إذا قصد الإنسان أن يعني أهلها وهم كذلك طيبون وأخيار من أمثالكم ومصلون، نعم هذا يعني وجه وتساهل في الكلمة. أما إذا قصد كمنطقة مباركة في الاصطلاح الشرعي بمعنى أن الإنسان يلتمس الطاعة فيها طلبا للأجر، كما تقول بيت الله الحرام بقعة مباركة، كيف تكون التبرك بها؟ لا يكون التبرك بالتمرق على الجدران والتمسح بها كما يفعل الجهلة، إنما يكون التبرك بالاجتهاد في طاعة الله في هذه البقعة. عندما تقول هذا الطعام، تقول مثلا عصير الكوكتيل مبارك، كيف تجعله مبارك؟ ما هو الدليل أنه مبارك؟ بخلاف عندما تقول زيت الزيتون مثلا، أو ماء زمزم، أو حبة البركة، أو ما شابه مما جاء في ورد في السنة. فالشاهد المقصود أن البركة لا تكون إلا من الله، إلا بنص شرعي. فهؤلاء
قالوا هذه الكلمة لأن هذا من رواسب جاهليتهم. وهنا فائدة أيها الإخوة والأخوات، وذكرها أهل العلم كالإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد عندما ذكر هذا الحديث، ذكر في مسائله هذه الفائدة، أن الإنسان إذا كان حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بهداية أو حديث عهد بالتزام، هذا لا يصدر، لا يصدر. يعني الآن نرى مثلا في بعض القنوات الفضائية شخص كان في طريق منحرف، كان مغنيا، كان ممثلا، كان بعيد عن الله عز وجل، هو مكافر لكن عاصي منحرف، ثم من الله عليه بالهداية. مثل هذه الأشخاص تتسابق عليهم القنوات. بالأمس كانت ترقص وتغني وتتعرى أمام الناس، اليوم حطت الحجاب تفتي وتوجه الجماهير، ثم عاد استمع للطوام التي تأتي بها ويأتي بها. ما يصلح هذا، لابد أن يتربى. على قولة أحد الدعاة المصريين يقول هذا ده لسه بينظف نفسه من الوساخة. فعلا تو الناس يبي له هذا يدش غسيل وتشحيم وتنظيف وتبديل مكينة من تجفيت قطع غيار جديدة، ويتعلم ويتربى ويتأدب ويثني الركب عند العلماء، ثم بعد ذلك من الممكن أن يجلس وأن يتصدر. مو فوضى يعني، مو لازم لازم كان مشهور وتحت الأضواء في الأوساط الفنية أو الأوساط الأخرى لازم يكون مشهور في الأوساط الدينية يعني؟ لا مو لازم. المن عليه إن الله هدى، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لذلك هنا قالوا هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط. هم قالوها لماذا؟ للرواسب الجاهلية التي لا زالت عندهم، لأنهم قبل شهر كانوا مشركين فقالوا هذه الكلمة. لذلك يحذر، يحذر المربون، يحذر المعلمون، يحذر الدعاة، يحذر المسؤولون في المجالات الخيرية والدعوة لله، نحذر من أن نصدر أي شخص. ليس معنى أنه والله نشط وإنسان حركي وكما نقول بين قوسين حرج وأمسك كل شيء، وهو إلى الآن يحتاج إلى تربية وتوجيه وتعليم، ربما لو صلى لا يحسن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو قرأ القرآن يخطئ، لا ما يصلح. هذا ممكن يولى أمور أخرى قيادية إذا كانت فيه صفات، نعم، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم، ولاهم أمور أخرى تناسب طاقاتهم، لكن ما أولي كما قلنا يفتي أو يتصدر لتوجيه الجماهير وهو إلى الآن يحتاج من يوجهه ويعلمه. فهنا قال اجعل لنا ذات أنواط، فناهم صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه من اتباع سنن أو سنن غير المسلمين، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع في الأمة. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، في حديث آخر قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا أولئك. وهذا واقع الآن، واقع مشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى لو فعل فعلا من اليهود والنصارى أحد الناس يعني منهم، وللأسف ما يسمى بالموضة، تنتشر انتشار النار في الهشيم، واللباس شاهد على ذلك، يرفعون البناطلين، رفعوا البناطلين، نزلوا البناطلين، حتى أصبح البنطار الآن يعني لا يستر سوءته ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يا حبيبي تفعل هذا الأمر؟ يقول والله هناك نزلوا، يطلع في بناطلين ممزقة. ليش ممزقة يا أخي؟ شحاذ أنت طرار، لماذا؟ يقول لا، لأن هذه الموضة. مع أن قبل سنوات يسيرة لو كان في بنطاله ثقب يسير لا يرى لا يقبل أن يخرج به، صح؟ يقول شو يقول عن الناس الحين؟ لا، يشترون البناطلين ويمزقونها عند الركب وأسفل وفوق، الموضة. قاتل الله هذه الموضة. لذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سار الجيش في طريقهم إلى حنين، فقال بعضهم، بعض المسلمين لبعض، قالوا لن نغلب اليوم، يعني نظروا
وهم يجدون هذه الألوف تزحف 12,000 مقاتل، فقال بعضهم لبعض يعني لن نغلب اليوم. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتم لها، حزن، يعني كأن هذه الكلمة فيها اتكال على النفس ونسيان أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر سبحانه وتعالى عباده. ولذلك جاءهم درس في بداية هذه الغزوة، وهذا والعلم عند الله عز وجل كأنها يعني معاتبة من الله تبارك وتعالى أو عقوبة من الله تبارك وتعالى لأولئك الذين قالوا لن نغلب اليوم من قلة ونحن في هذه الكثرة الكاثرة. فعندما أتى المساء بعد 4 أيام أو 3 أيام من المسير، هم خرجوا في 6 من شهر شوال ونزلوا في الليلة 10 من شهر شوال من 8 من الهجرة، نزلوا على مشارف حنين وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثقيفة وهوازن قد خرجت بنسائها وأموالها، وكما قلنا قبل قليل. ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبسم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، أي كأنهم جاءوا، هذا فعل حسن، جاءوا بأموالهم غنيمة باردة سيقدمونها إلى المسلمين. إذن هو أراد شيئا، أي عوف بن مالك، والله عز وجل أراد شيئا آخر، والله لا راد لأمره ولا لحكمه. في هذه الليلة عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، أي جعل قسم الأماكن كل في مكانه في جيش المسلمين، وأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم عقد لكل قبيلة من القبائل عقد لها لواء ودفعه إلى سيد منهم. ثم لبس صلى الله عليه وسلم درعين وبيضة ومغفر، تجهز بجهاز القتال. ثم أمر صلى الله عليه وسلم، أمر القبائل، أمر الجيش أن ينطلق إلى حنين. فبدأت هذه الكتائب تتحدر بانتظام وترتيب حسب تعبئة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين. بطبيعة الحال هم لا يعلمون بتلك الكمائن التي والفخاخ التي نصبها عوف بن مالك لهم مع ثقيف وهوازن، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها. فبدأت هذه الكتائب تدخل إلى وادي حنين. ثم تفاجأ المسلمون بمطر ينهال عليهم من السهام من أعلى هذه الجبال التي هي تحيط بهذا الوادي، وادي حنين، انهالت عليهم بصورة مفاجئة هذه السهام من نبال ثقيف وهوازن، أمطرتهم، فوقع الاضطراب الشديد في مقدمة الجيش المسلم، ووقعت الهزيمة العامة في هذا الجيش، ووقع اضطراب وفوضى، وكل منهم ينطلق في جهة وفي صوب بعيد عن الآخر، حتى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ثبت معه قرابة مئة رجل من المهاجرين والأنصار، وعامة قبائل العرب التي خرجت منه من الأعراب قد فروا، ولم يثبت حوله إلا 100 رجل من المهاجرين الخلص رضي الله عنهم وأرضاهم. وأرجف بعض حدثاء الإسلام والمشركين الذين خرجوا معه كالأقرع بن حابس وأبي سفيان ومن كان معهم، أرجفوا، يعني وجدوا مثل هذا الموقف. منهم من قال وصاح بصوته الآن بطل السحر، وقال الآن سيهزم محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن أيضا منهم، هذه كلمة حق تقال، إلا أن منهم وتحديدا عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية زجر من تكلم من مسلمة الفتح ولم يقبل مثل هذا الكلام، أنهم من الآن يتشفون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمعركة في أولها. فثبت صلى الله عليه وسلم، قلنا، ومعه ثلة مباركة من المهاجرين والأنصار، وصاح صلى الله عليه وسلم أيها الناس
عباد الله، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم انطلق ببغلته لوحده جهة ثقيف وهوازن صلى الله عليه وسلم، وتقدم أبو سفيان بن الحارث بن عمه، وأيضا معه عمه العباس بن عبد المطلب، فأخذ بزمام البغل حتى لا يندفع صلى الله عليه وسلم إليهم، ليمنعوه لئلا يندفع إلى ثقيف وهوازن. فما كان منه إلا أن ترجل ونزل عن بغلته وأخذ سيفه صلى الله عليه وسلم وانطلق جهة العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فوقعت هذه الهزيمة في بداية غزوة حنين، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا ثم وليتم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن ذكر الله عز وجل هذه الصورة الموجزة لحال المسلمين ولحال الكافرين في غزوة حنين. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، وقلنا كان قريبا منه، وكان رضي الله عنه العباس جهوري الصوت، صوته مرتفع كمكبر الصوت، أمره أن ينادي بأعلى صوته وأن يصيح أن يقول: يا أهل، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. يا أصحاب السمرة، السمرة هي الشجرة التي بايع المسلمون عندها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، بيعة الرضوان. فقال: يا أصحاب السمرة، فنادى العباس بأعلى صوته وارتج الوادي لصوته رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون في الوادي يكون الصوت له صدى فيبلغ يعني إلى مدى أبعد. فأخذ يقول: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم عندما سمعوا هذا الصوت، قالوا: لبيك لبيك. فعادوا، ومن لم تطاوعه دابته أن تعود نظرا لهذا النفير العام وهذا الفرار، ترجل عنها وعاد راجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا ثم أمره أن ينادي بالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فدعا الأنصار فقالوا: لبيك لبيك يا رسول الله. ثم عادوا، وما هي إلا لحظات تتوالى عليه كتائب الإيمان وتحتشد عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع عنده حشد عظيم. ثم بعد ذلك احتدم القتال والتحم الجيشان. فقال صلى الله عليه وسلم وقد أخذ حفنة من التراب وقال: الآن حمي الوطيس. ثم رمى هذه الحفنة كما فعل بغزوة بدر وقال: شاهت الوجوه، فدخلت هذه الحفنة في أعين الكفار من ثقيف وهوازن. انتصر المسلمون بحمد الله عز وجل، بفضل الله أولا وآخرا، وبفضل استجابة هؤلاء الصادقين رضي الله عنهم وأرضاهم، وفهموا واستوعبوا هذا الدرس عندما قالوا: لن نغلب اليوم، وكأنهم اتكلوا على قوتهم وتناسوا وغفلوا رضي الله عنهم. والإنسان بطبيعته ينسى ويغفل، ولكن السعيد من إذا ذكر ذكر، وليس الذي يبقى على غفلته. وإلا من منا لم يغفل؟ من منا لا ينسى؟ كلنا ننسى ونغفل ونزل ونخطئ، ولكن السعيد الذي إذا ذكر ذكر. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا، يعود مباشرة، فتذكروا ثم عادوا ودارت هذه المعركة، فحمي وطيسها وكسر المسلمون شوكة الكفار بفضل الله عز وجل. ثم فر وحلت الهزيمة العامة بجيش المشركين، هذا الجيش الكبير، حلت الهزيمة به وفروا وانقسموا إلى ثلاثة فرق. فرقة منهم وهي الأكثر اتجهت إلى الطائف،
وتحصنوا بالطائف، دخلوا أغلقوا على أنفسهم الحصن وهم الأكثر كما قلنا. وفرقة لحقت بنخلة، وقلنا نخلة وادي نخلة قريب من مكة، وهو الوادي الذي سمع فيه الجن أو سمعت الجن فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. والفرقة الثالثة ذهبت إلى وادي أوطاس تريد يعني أن تدافع عن حريمها وعن أعراضها وأموالها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عم أبي موسى الأشعري، أرسله في جماعة من المسلمين ولحق بالفرقة التي اتجهت إلى أوطاس، فسحقهم وانتصر عليهم، ولكنه قتل رضي الله عنه وأرضاه أبا عامر أو أبو عامر الأشعري، وأخذ الراية ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهم من قوم الأشعريين كما تعلمون رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانت لهم أصوات حسنة، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا في معسكر وتجمع كل قوم لوحدهم فكان يعرف منازل الأشعريين، يعرف خيامهم بأي شيء، بجمال أصواتهم في تلاوة القرآن إذا قاموا الليل. ولذلك عندما كان موسى رضي الله عنه يقرأ القرآن فاستمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال له أبو موسى لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لبالغت في تحسين قراءتي. وتحسين القراءة كما تعلمون أمر من السنة، أن يتغنى الإنسان بالقرآن، ولكن التغني لا يعني التغني بألحان الطرب، إنما التغني أن يحسن صوته بالقرآن، هذا المقصود بالتغني، ولا ألحان الطرب ما يجوز أن يقرأ بها القرآن. المهم فتولى القيادة أبو موسى الأشعري بعد أن سحق هذا الفلول من ثقيف وهوازن بأوطاس، وساق هذه الغنيمة الكثيرة الهائلة، ألوف كانت هذه الغنائم، 24,000 بعير، تخيل 24,000 بعير، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 امرأة من السبي، 6,000. كيف فضح هذا المغبون عوف بن مالك بن عوف، كيف فضح كما قال له دريد بن الصمة، قال فضحت في أهلك ومالك إذا كانت الدائرة عليك. وهل هناك فضيحة بعد هذه الفضيحة؟ أن تكون حليلة الرجل وزوجته من الحرائر ومن الكريمات في قومها حسبا ونسبا، أن تكون جارية وأمة تباع وتشترى. فساق أبو موسى رضي الله عنه هذه الغنيمة، يسوقها سوقا إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق وأمر صلى الله عليه وسلم طائفة أخرى من الفرسان، انطلقت خلف الذين ذهبوا جهة وادي نخلة، أمرهم وفعلا أيضا استطاعوا أن يسحقوهم هذه الطائفة الثانية، وقتلوا في طريقهم هذا الشيخ الذي خرج معهم دريد ابن الصمة. أما الطائفة الكبيرة من فلول ثقيف وهوازن كما قلنا اتجهت وتحصنت في الطائف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعامة الجيش بعد أن ترك الغنائم من الفضة والبهيمة الأنعام من الإبل والغنم والنساء السبايا، ترك جميع الغنائم بوادي الجعرانة أيضا قريب من مكة، وخلف عليهم مسعود ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم بعامة الجيش على إثر فلول ثقيف وهوازن ليسحقهم في الطائف. في طريقهم أيضا وجدوا حصن لمالك بن عوف هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى الطائف، وإذا بهم قد تحصنوا ومعهم مؤنة سنة. قلنا في أكثر من لقاء أن الحصار لعبة عض الأصابع، فهي في النهاية
إما أن يستلم المحاصر أن يستسلم المحاصر أو أن يعجز المحاصر فيفك الحصار ثم ينطلق. القضية صبر، ولذلك هذه الحكمة عند العرب، النصر صبر ساعة، أن يصرب النصر الإنسان فإنه سينتصر. لكن لا شك إذا علم المحاصر أن المحاصر معه مؤن لسنة، لا شك أن هذا فيه شيء من يعني تفتيت المعنويات، وهذا لا يعد فعلا حسنا. من الذي يستطيع أن يضرب الحصار لسنة؟ أشهر وينال المحاصر ما يناله من العنت والمشقة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على حصن الطائف الحصار، وحاول بشتى الطرق أن يخترق هذا الحصن المنيع، ما استطاع. حاول المسلمون، وكانوا أول ما عسكروا كانوا قريبين، يعني عند الجدار، عند جدار قريب من جدار الحصن، حصن الطائف، ولكنهم أصبحوا بمرمى من سهام ثقيف وهوازن، ولذلك ابتعدوا حتى لا يصابوا من سهام ثقيف وهوازن. أتوا بدبابتين، والمقصود بالدبابة يعني قطعة من الخشب تكون عظيمة، وفي مقدمتها قطعة أيضا من جذع نخلة أو شجرة، ثم يحمل من قبل مجموعة من الجند ويسيرون أسفل منها. فكانت هذه السهام تقع وتتكسر على ظهر هذه الدبابة والجنود من أسفلها، ولكن أيضا قام جنود ثقيف وهوازن بإلقاء كرات النار والمياه الحارة على هذه الدبابة أيضا، مما دعا المسلمين أن يتراجعوا. الطريقة الثالثة، أتوا بالمجانيق، فنصبت المجانيق لتقصف ثقيف من بعيد، أيضا لم يؤدي ذلك أو لم يغني ذلك شيئا في فك هذا الحصار. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قرابة شهر كاملا وهو قد ضرب الحصار على ثقيف وهوازن. كان خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان يحاول محاولات أخرى في كل يوم، كان ينطلق ويقترب ويحاول أن يستفز الناس داخل الحصن ويدعوهم إلى المبارزة ليفتحوا الأبواب ليجد فرجة وفرصة للاقتحام، ولكنه جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، واستمر هؤلاء متحصنين بهذا الحصن المنيع ومعهم المؤنة لمدة سنة. كما قلنا جميع هذه المحاولات لم تجدي، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الحصن وقال: أيما عبد نزل من الحصن فهو حر، يخاطب حتى يجعل نوع من الفوضى عندهم ونوع من الارتباك. فقال: أي عبد نزل من الحصن وأتانا والتحق بنا فهو حر. فتسابق العبيد، المماليك عندهم تسابقوا ليفروا من الحصن، فنزلوا من مكان وعلقوا وينزلون بالحبال تسللون، وكان من جملة من نزل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان عبدا مملوكا، فنزل فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر نظرا للبكرة التي نزل بها. فنزل 24 عبدا من عبيدهم ومن مواليهم، وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقهم وجعلهم أحرار كما هو الشرط الذي ذكره لهم. طبعا لا شك أن هذا الأمر شق كثيرا على سادة ثقيف، فرار عبيدهم ومواليهم إلى جيش المسلمين. كما قلنا استمر الحصار لقرابة شهر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاوية الديلي فقال له: أشر علي، ماذا أفعل؟ أستمر في الحصار أنصرف؟ فقال معاوية: هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته. الثعلب في الجحر وين بيروح؟ ما رايح حفر الأرض، تنتظر، لكن عليك بالصبر، إن أقمت على جحره سيخرج لا محالة وستأخذه ستصيده. قال: هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك، سيخرج في البرية وينتهي أمره. فهم كذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، استحسن هذا الرأي وأمر بالرحيل وفك الحصار.
وطلب المسلمون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو على ثقيف، يعني يقول اللهم أهلك ثقيف، اللهم عليك بهم، لكنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين، إنه رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. عاد صلى الله عليه وسلم بعد أن فك الحصار من الطائف، عاد إلى الجعرانة حيث السبايا وحيث الغنائم، فأخذ صلى الله عليه وسلم مكث بالجعرانة 14 يوما، أيام طويلة. لماذا؟ كان يود أن يستجيب الله عز وجل له في هذه الأيام، وأن تهتدي ثقيف وتأتي وتأخذ غنائمها، تأخذ أموالها ونساءها قبل أن يقسم هذه الغنائم والسبي. ولكن مرت هذه الأيام 14 يوما ولم تأتي ثقيف، فقام صلى الله عليه وسلم وقسم هذه الغنائم 24,000 بعير وما يزيد على 40,000 شاة و6,000 سبية، فقسمها صلى الله عليه وسلم وأجزل العطاء خصوصا لطائفتين: الطائفة الأولى لضعفاء المسلمين الفقراء، أراد أن يؤلف قلوبهم، والطائفة الثانية التي أعطاها عطاء جزيلا وافرا هم حدثاء عهد بإسلام، مثل أبي سفيان، الأقرع بن حابس، عباس بن مرداس، الكثير من ساداتهم، أعطاهم عطاء كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، حتى أعطى صفوان بن أمية لوحده فقط أعطاه 300 ناقة، أعطاه 100 ثم زاده 100 ثم زاده 100 رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. فازدحم الناس والأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان واحد قاعد عنده ملايين يوزع، ازدحم الناس عليه حتى وهو يرجع 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 حتى التصق ظهره بشجرة، ومن شدة الزحام تعلق رداؤه بالشجرة، فقال ردوا علي ردائي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده، يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما، أي من الإبل، لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو الجواد، هو الشجاع، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن أعطى هذا العطاء وقسم السبايا، فرق السبايا والنساء، إنهن من جملة الغنائم. بعد ذلك اشتكى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بعد موزع الغنائم. تخيل، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب، وخص مسلمة الفتح الذين كانوا قبل شهر أو شهر نصف كفار، خصهم بالعطايا الكثيرة الجزيلة، وترك الأنصار. فوجد الأنصار في نفوسهم أنهم بشر، فقالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال بعضهم لبعض: إن هذا لهو العجب، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني هذا أمر تألموا له. هذا الكلام بلغه سعد بن عبادة زعيم الأنصار ورئيسهم، بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ماذا تقول يا سعد؟ قال: إنما أنا رجل من قومي، يعني أقول كما يقولون، هم وجدوا على يعني في أنفسهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار في خيمة، مجتمع اجتماع خاص للأنصار فقط، وأمر ألا يدخل أحد غير الأنصار. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله، أثنى عليه، ثم ذكر ما لهم وبين سابقتهم وفضلهم رضي الله عنهم أرضاهم ونصرتهم، ثم قال:
عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لهم منة الله تبارك وتعالى عليهم: جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، جئتكم عالة فأغناكم الله بي، جئتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ثم بين لهم قال: ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. وهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا لا يزيدون على قولهم الله ورسوله أمن، يعني المنة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا شيء رضي الله عنه. فقال: ألا تجيبون؟ ألا تقولون شيئا يعني تردون؟ ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، أمر حقير يعني إبل وشياه ذهب وفضة، إيش هذا بالنسبة لنعيم الجنة؟ أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أنا أعطيت هؤلاء حتى أحببهم للدخول في دين الإسلام، وأنتم وكلتكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان الراسخ. قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا أي طريقا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم بدموعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، يعني كأنهم يقولون: ليذهب الناس بالشاة والبعير والمرأة والذهب والفضة بالدنيا كلها ونرجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى به قسما وحظا. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا راضين مطمئنين فرحين بهذه الدعوات العظيمة، هذه الدعوات ما تقدر بثمن. اللهم ارحم الأنصار، أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة على وجه الخصوص، هذه غنيمة الدنيا والآخرة، ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تفرقوا، ثم بعد ذلك تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيف وهوازن، يعني كما نقول تو الناس توهم يأتون، ثقيف وهوازن بعد ما قسمت الغنائم والسبايا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرأسهم زهير بن صرد، فأسلموا وبايعوا، ثم قالوا: يا رسول الله، إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي القوم، يعني هذه لا يطيقها الإنسان، أصبحت الآن سبية. ثم أنشد: فمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، امن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محطها الدرر، يعني أبيات شعرية طويلة، وهو يستشفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني يطلب منه أن يمن على نسائه أو نسائهم اللاتي أصبحن الآن سبايا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن معي من ترون، يعني قسمت الآن، ويعني ما أقدر، لا أستطيع أن أجبر أحدا أن يتخلى عن ماله. انظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قال: ما أقدر أقول لا غصب اترك، صعب، أصبح الآن هذا ملك له، ما أخذ من الإبل، ما أخذ من الغنم، ما أخذ من الذهب الفضة، النساء أصبح ملكه. قال: إن معي من ترون من الناس، وإن أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إما السبي وإما المال، اشتبون واحد من الثنتين، إما السبي، المال السبي لا، لكن إما السبي وإما المال. فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، أردد إلينا نساءنا وأبنائنا وأبناءنا ولا نتكلم في شاة ولا بعير، خذ الأموال كلها لكن رد النساء الزوجات الأخوات البنات والأبناء وخذ الأموال، لا نكلمك في شاة
ولا بعير. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الظهر فقوموا وأظهروا إسلامكم وقولوا نحن إخوانكم في الدين، ثم قولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا. فعلا عندما صلى الظهر قاموا وصاحوا في الناس: نحن إخوانكم، نحن مسلمون، نستشفع، يعني نتوسل إليكم، نتوسط بوساطة النبي صلى الله عليه وسلم، اقبلوا وساطته، ردوا إلينا نساءنا وذرارينا. ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال أمام الناس، قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني أراد أن يفتح الباب كما نقول، وسأسأل الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع بعض الأعراب، امتنعوا، قال: لا، ما لا نرد هذا المال ولا السبايا، هي أمر صعب عند البعض. كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشجعهم: من طابت نفسه أن يرد فسبيل ذلك، وإلا فليرد، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. يعني يقول عندما وجد بعض الناس مترددين الآن ومعهم النساء والأطفال ومشكلة، يعني فقال وهو يحثهم عليه الصلاة والسلام، بدأ بنفسه، بقومه، بادر المهاجرون والأنصار، ولكن إلى الآن يعني كما قيل المال عديل الروح. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام وردها عن طيب نفس فيعني له الأجر من الله، ومن أبى إلا أن يأخذ بدلا عنها سأعوضه بالفريضة 6 فرائض، يعني ليدفع الآن بعير سأعطيه 6، واللي يدفع سبية أعطيه 6 سبايا. متى؟ من أول فيء، إذا جاءنا فيء آخر وغنام أخرى سأقسم له. إذن هذا لا شك كان فيه شيء من التحفيز. فرد الناس كلهم بطيب أنفسهم، يعني كما نقول شيمة شيمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروا وردوا ما عندهم بطيب نفسه، قال خلاص نريد الأجر المثوب من الله عز وجل. إلا عيينة بن حصن أبى وأمسك ما عنده من الأموال والنساء، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ السبايا وكساهن قبطية قبطية، نوع من الكساء الفاخر، أعطاهن نوع من تطيب الخاطر لهن والإكرام، إنهن كريمات حرائر ليست جواري في الأصل، ثم أعادهن إلى أزواجهن وإلى أهلهن صلى الله عليه وسلم. عاد صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو الآن في الجعرانة، ثم عندما فرغ من هذا الأمر أسلم الثقيف ورد هذه الغنائم لهم، أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في ذي القعدة، وخرج في شوال، وقلنا الآن في ذي القعدة، 6 بقين من ذي القعدة، يعني في أواخر ذي القعدة بعد 1.5 شهر من خروجه تقريبا، أحرم صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتمر مرة أخرى، فاعتمر من الجعرانة، وهذه عمرة الجعرانة، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت مع حجه. إذن هو اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء التي في السنة تلي الحديبية ذكرناها، وعمرة الجعرانة هذه الآن بعد غزوة حنين، والعمرة الرابعة كانت مع حجته، وحج قارنا، يعني قرن بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم، وجميع عمره كانت في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني بعد ذلك حتى لا أطيل عليكم، وقع أيضا من بني تميم شيء من التمرد على النبي صلى الله عليه وسلم، أدبهم عليه الصلاة والسلام وأخذ منهم سبايا وأخذ غنائم من بني تميم، وبنو تميم تعد من أكبر قبائل العرب، كثير من قبائل العرب من بطونها تنحدر من هذه القبيلة الكبيرة بنو أو بني تميم. ف
تمردت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مجموعة من الفرسان وأدبوهم، ووقعت بينهم مناوشات كان على إثرها أن غنم المسلمون مجموعة من السبي من نسائهم ومن الغنائم، رجعوا بهذا السبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت ثقيف، أتت بنو تميم مسرعة في وفد كما نقول رفيع المستوى من ساداتهم وأشرافهم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتحاورون معه في موضوع النساء، طيب أنتم البادين. فأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أخذ منهم 20 امرأة وثلاثين صبيا بالإضافة إلى الأموال الأخرى، فقالوا له نريد المباهات. والمباهلة مباهات، المباهات نوع من التحدي، فنظهر خطيبا وتظهر خطيبا، ونظهر شاعرا وتظهر شاعرا، فإن غلب شاعرك وخطيبك شاعرنا وخطيبنا أسلمنا. واحد يقول شو العقول هذه؟ هكذا، لا تسألني اسألهم، هكذا عقولهم. وفي عام الوفود كل وفد يعني له نعرة فزلقة من فزلقات العرب، وفدي يقول عندنا شاعر وعندك شاعر يتبارون، اللي يفوز إذا فزت سنتبع دينك. يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، شو يسوي؟ هذه عقولهم. يأتي قوم آخر مثل ركانة، يعني شخص صاحب بنية مفتول العضلات، فيريد أن يصارع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن صارعتني أسلمت، يصارعه. يأتي وفد نجران نصارى مباهلة، يباهلهم مناظرة، يناظرهم. صاحب الحق ما يتخلف، ما يتخشش، صاحب الحق ينزل الميدان ويقارع الحجة بالحجة. فهؤلاء قال احنا معنا خطيب وشاعر، اظهر لنا خطيبك وشاعرك. فأظهر لهم صلى الله عليه وسلم خطيبه عليه الصلاة والسلام، وأظهر له شاعره عليه الصلاة والسلام. خطيبهم عطارد ابن حاجب تكلم، طبعا يتكلم في خطبة عصماء فيها من السجع وفيها من الكلمات الغريبة، وفيها هم يعرفون التحكيم، يعني يعرفون هكذا سليقة عندهم. فأجابه ثابت بن قيس فأسكته، إذن انتصر الخطيب المسلم على الخطيب التميمي. ثم تقدم شاعرهم وهو الزبرقان ابن بدر، فقام له حسان بن ثابت فتغلب عليه رضي الله عنه وأرضاه فأسلموا، الحمد لله ما في مشكلة، يعني أسلموا. واحد يقول الآن لو يانا ناس مثلا قاعد تبارون كرة قدم واللي يفوز يسلم، بارهم كرة قدم إيش المشكلة؟ بس عاد شوف لك فريق مضبوط. ها أسلم الثقيف، ثم رد عليهم بنو تميم، رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سباياهم وغنم وما غنم منهم صلى الله عليه وسلم. أيضا في شهر ربيع، وهذه حادثة ثانية وأخيرة نختم بهذا اللقاء، وقعت بعد غزوة حنين في شهر ربيع الآخر سنة 90 من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا على 100 بعير وخمسين فرسا ليهدم صنم طي شمر، الجزيرة العربية قبيلة العريقة المعروفة هذه. فكان عندهم صنم، لأن كل قبيلة قبل لها صنم، فأرسل إليهم ليهدم صنم طي، وهذا الصنم معروف بفلس، وهو فلس يلقب بفلس. طيب، فجاءه علي بن أبي طالب ومعه الرايات السود واللواء أبيض فهدمه. ثم وقعت مناوشات في ديار حاتم الطائي، معروف بالجود والكرم، حتى أنه كان يضرب به المثل، يقال كرم حاتمي لما له من الجود والكرم هذا الرجل المفضال. فر ابنه عدي ابن حاتم رضي الله عنه، لم يكن مسلما، فر إلى الشام عندما جاء علي رضي الله عنه أرضاه ووقعت فروا، خافوا من هذا الجيش المسلم، ووقعت أيضا في أيديهم سبايا. ومن جملة السبايا ابنة حاتم سفانة
بنت حاتم الطائي. سبحان الله، رب العزة والجلال يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذه بنت سيد طيء وحكيم العرب، تقع سبية، فأخذها المسلمون، أخذ علي بن طالب عنه أرضاه وعاد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن من عليها وأطلقها بغير فدية وكساها وأركبها وأعطاها راحلة معززة مكرمة، فانطلقت إلى الشام سفانة بنت حاتم الطائي، وانطلقت إلى الشام لتلتقي بأخيها عدي بن حاتم. ثم قالت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. لا تقول لي أبوك وحاتم الطائي، لا، هذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، المفضال الكريم الجواد صلى الله عليه وسلم، كان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، لا حاتم ولا غير حاتم. فقالت له: لم يكن أبوك يفعلها، أن يطلق سبية بنت سيد قومه يطلقها. ومثل هذه السبايا كان الملوك عندما يقتحمون ويحظى، يعني يحرصون أن يسبوا بنات الملوك والوجهاء، لأنهن يكن في الغالب لهن من الجمال والرقة والنعومة والدلال والتغنج ما لا لغيرهن من الجوار والسبايا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم من عليها وأطلقها بغير فدية وأركبها ومعززة مكرمة. لذلك أثر هذا الموقف تأثيرا بالغا فيها، وقالت عند أول وهلة رأت أخاها عدي: أتيتك، لقد فعل معي فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا أو راهبا، تقول لأخيها. فجاءه عدي رضي الله عنه أرضاه بغير كتاب أمان ولا عهد، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يفعل مثل هذا الأمر لا يبطش، لا يظلم، لا يخون. فأتاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه تقريبا حدثتان مهمتان وقعتا، ما وقع من بني تميم وما وقع في هدم صنم بني طي من فعل علي بن أبي طالب عنه وأرضاه. وهذا إذن باختصار ما جرى في غزوة حنين. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الحد، وسنكمل إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم، أتكلم عن غزوة أيضا مهمة، وهي تعد آخر الغزوات، غزوة تبوك. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة